قررت التأمينات الاجتماعية منح مهلة لمدة عامين لتسجيل العاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من أي مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرا. للحديث بشكل أوسع حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. حياك الله استاذنا. الله يحييك، يا اهلا وسهلا، مساك الله بالخير، سعيدين اليوم بتواجدك معنا. بدايه لو تحدثنا او توضح لنا عن الامر للمشاهد خصوصا بشكل عام، من هم المشمولين بنظام التامينات الاجتماعيه؟ ممتاز جدا، شكرا جزيلا للاستضافه. المشمولين بنظام التامينات الاجتماعيه هم العاملين السعوديين في القطاع الخاص او العاملين على في بعض القطاعات الحكوميه مثل بند الاجور او بعض الجهات الحكوميه الهيئات العامه او المؤسسات العامه. نعم. طيب هل يندرج تحت هذا من كان يعمل بالقطاع الخاص ثم انتقل الى القطاع الحكومي؟ بالنسبه لموضوع المهله، لا، هذه تشمل فقط اللي لهم مدد اشتراك في القطاع الحكومي وغير مسجله في نظام التامينات الاجتماعيه. يعني الحقيقه تجينا حالات كثيره، اشخاص يعملون في قطاعات حكوميه مثلا على بند الاجور ولكن لم يسجل في التامينات الاجتماعيه ويحال على التقاعد، يبلغ سن التقاعد، يكون عمره 60 سنه ويحال على التقاعد وهو لم تسجل له اي مده في التامينات الاجتماعيه. ففي الحاله هذه احنا نسجل، المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تسجل المده كامله من تاريخ عمله حتى تاريخ تقاعده. بعد انتهاء المهلة في 1/4/1440 لن يكون هذا ممكنا، سيتم تسجيل فقط آخر سنتين. بمعنى لو جانا واحد في 1/4/1440 راح نسجل له سنتين كحد أقصى. طبعا الهدف من هالقرار هذا أنه عملية تسجيل مدة بأثر رجعي وتحصيل اشتراكاتها في آخر الفترة مكلف جدا، وهذا سيسبب ضرر للصندوق، صندوق التأمينات الاجتماعية. وصندوق التأمينات الاجتماعية هو مملوك للمجتمع، ليس مملوك للحكومة أو مملوك للمؤسسة، وإنما مملوك لأفراد الذين يدفعون اشتراكات للتأمينات الاجتماعية. فالمؤسسة تحرص على أنها تكون عندها الموارد المالية الكافية لدفع المنافع، وهذا القرار هذا سيمكن المؤسسة من أنها تتأكد من وجود الموارد المالية الكافية لدفع الاستحقاقات التقاعدية. طيب أستاذ نادر، متى راح تنتهي المهلة المحددة للتسجيل، وأيضا ماذا يعني سيكون هناك بعد المهلة؟ طبعا المهلة متاحة الآن إلى تاريخ 1/4/1440، اعتبارا من 1/4/1440 لن يتم تسجيل مدة بأثر رجعي تزيد عن سنتين. فبالتالي احنا الهدف من الإعلان هذا والهدف من التعميم اللي احنا نرسلها لجميع الأجهزة الحكومية، الهدف منه انه اي شخص له عمل في القطاع الحكومي خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أنه يبادر ويطالب بتسجيله في التأمينات الاجتماعية قبل 1/4/1440. إذا جاء تاريخ 1/4/1440 لن يتم تسجيل إلا سنتين كحد أقصى. طيب أستاذ نادر، أخيرا الموظف العام كيف يعرف أن خدماته نقلت أو لا؟ بإمكانه الاستفسار عن طريق الموقع المؤسسة الإلكتروني، في رقم برقم الهوية الوطنية، وبإمكانه أيضا تنزيل تطبيق تأميناتي من الأبل ستور أو الأندرويد بلاي، وبإمكانه يعني يتطلع لكل تاريخه، إذا كان له مدة في التأمينات الاجتماعية، إذا كانت مسجلة، إذا كانت نقلت، إذا كانت ما نقلت، كل التفاصيل هذه موجودة. إذن الأستاذ نادر